مساء النور والبركة. النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. سوريا تعلن استعدادها للعمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونستك في سياق المصالح المشتركة. حاجز للجيش يطرد رتلا للاحتلال الأمريكي من محيط قرية خويلد بريف الحسكة. معترفا بأنها ستضر بالاقتصاد الأمريكي، بايدن يعلن الدفعة الأولى من العقوبات ضد روسيا. أوضحت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن الرئيس بشار الأسد وخلال زيارة وفد برلماني روسي إلى دمشق برئاسة السيد ديمتري سابلين النائب في مجلس الدوما الروسي، يضم ممثلين عن جمهورية دونتسك بتاريخ 21 من كانون الأول ديسمبر 2021، أي قبل شهرين من التطورات التي حصلت مؤخرا. طرح حينها الرئيس الأسد استعداد سوريا للاعتراف بجمهورية دونتسك، وتم الاتفاق على البدء ببناء علاقات معها. وقالت الرئاسة على صفحتها على الفيسبوك: ينطلق موقف الجمهورية العربية السورية هذا من يقينها بأن الأزمة الأوكرانية هي مشكلة أوجدتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لتقسيم الشعوب وتقويض الأمن القومي الروسي، ومن مبدئها الثابت بأن مواجهة السياسات الغربية هي مصلحة مشتركة ودائمة لكل الشعوب المناهضة للهيمنة، ويجب التصدي لها بكل الأشكال الممكنة. وتؤكد سوريا أنها مستعدة للعمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونستك وتعزيزها في سياق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. أعلن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في كلمة له خلال منتدى فالداي للحوار في موسكو، أعلن دعم سوريا الكامل لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونتسك، وأكد أن دمشق ستتعاون معهما، معتبرا خلال مشاركته في مؤتمر فالداي بروسيا إلى أنه لا يمكن التعامل مع الغرب إلا بهذه الطريقة. الجمهورية العربية السورية تدعم بشكل كامل الإعلان الذي صرح عنه سيادة الرئيس بوتين، ونقول أنه لا يمكن الرد على الدول الغربية إلا بهذه الطريقة. الدول الغربية استباحت العالم، الدول الغربية دعمت الإرهاب، الدول الغربية تستخدم سياسة القوة في كل مكان تريده، أو في بعض الأحيان بدلاً من استخدام القوة يستخدمون ما يسمى بالقوة الناعمة لتغيير أوضاع العالم لمصلحة هيمنتها ورغبتها في التسلط على الشعوب. اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى قرية خويلد بريف الحسكة الشمالي الشرقي وطرده خارج المنطقة. وذكرت مصادر محلية أن رتلا مؤلفا من 4 عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى قرية خويلد شمال شرق مدينة الحسكة، لكن عناصر حاجز للجيش عند مدخل القرية اعترضوها وطردوها من المنطقة. وتصدى أهالي قرية تل الذهب جنوب مدينة القامشلي بالحسكة السبت الفائت بمساندة حاجز للجيش لرتل آلية عسكرية للاحتلال الأمريكي حاول المرور عبر القرية وطردوه من المنطقة. استشهد أحد وجهاء قبيلة البكارة برصاص قوات الاحتلال الأمريكي خلال تنفيذه عملية إنزال جوي في بلدة الدحلة بريف دير الزور الشرقي. وذكرت مصادر محلية أن طائرات قوات الاحتلال الأمريكي
نفذت عملية إنزال جويا في بلدة الدحلة بريف دير الزور الشرقي بمساندة من مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بها. رافقها إطلاق نار كثيفا وعشوائيا على المنازل والأراضي الزراعية المحيطة. وأشارت المصادر إلى أن عملية الإنزال تسببت باستشهاد إبراهيم العمر أحد وجهاء قبيلة البقارة في بلدة الدحلة. واستحالة من الإقبال الكثيف من قبل المشمولين بها، تواصلت عملية التسوية في مدينة دير الزور وريف حلب والسبخة بريف الرقة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتكريس الاستقرار في المناطق المحررة من الإرهاب. ولليوم الثالث على التوالي تواصلت عمليات التسوية في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي وسط إقبال كثيف وإجراءات ميسرة من قبل اللجان المختصة. نشكر السيد الرئيس على العفو، على المرسوم، على المكرمة اللي أعطاها للمغرر بهم، والتسهيلات التي يقوم بها الشباب بالنسبة للمغرر بهم، وندعو كل المغرور بهم أن يأتوا إلى هذا المركز لأن التسوية فعالة وجيدة. نتشكر السيد الرئيس بشار الأسد على المرسوم اللي صدره مشان العفو والتسوية. ندعو الأهالي بيرجعوا إلى حضن الوطن. احنا نشكر السيد الرئيس على هذه المكرمة الذي قدمها لشعبه. احنا نناشد اهلنا في منطقة منبج والجزيرة وعزاز وعفرين الى اعادتهم لارضهم وزراعتهم، ونقوم باعمار البلد سويا. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على ممتلكات الفلسطينيين في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في توباس معتز بشارات أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الطوال في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية واستولت على جرافة. إلى ذلك استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باكوش غرب بلدة الخضر جنوب المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد الفتى محمد شحادة 14 عاما. أصيب عدد من الفلسطينيين باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي والمتضامنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بينهم سيدة وأحد الشبان من ذوي الهمم. وأظهر مقطع مصور من الحي عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يحاولون اعتقال الشاب محمد مرشد العجلوني البالغ من العمر 25 عاما وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم محاولة الأهالي للحيلولة دون اعتقاله وتوضيح وضعه الصحي. في جوك هاي فيك يا زلمه، دخلوه على السياره. لا 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 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستقدم مساعدة عسكرية لجمهوريتي دونتسك ولوغانسك، وسترسل قوات مسلحة إلى أراضيهما حال تطلبت الضرورة ذلك. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده إن روسيا كانت مهتمة بتنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا، لافتا إلى أنه كان بين مؤلفي هذه الوثائق التي شدد على أنها كانت نتيجة للتوافق. اتفاق مينسك لم يعد موجودا، فالسلطات الأوكرانية هي من قضت على اتفاق مينسك. نأمل أن تسوي أوكرانيا وجمهوريتا لوغانسك ودونتسك خلافاتهما. اتفاقياتنا مع دونتسك ولوغانسك
تنص على تقديم مساعدات عسكرية عند الحاجة، ولا يمكننا التسامح مع مواصلة الإبادة الجماعية لسكان دونباس، وسننفذ التزاماتنا في حال تطلبت الضرورة ذلك. خلافنا مع الناتو وواشنطن هو ضم أوكرانيا إلى الحلف، والحل الأفضل للتوتر مع أوكرانيا سيتمثل في تخليها عن مساعيها للانضمام إلى الناتو. حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف روسيا، ووصلتنا الرسالة. إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة متلفزة عن الدفعة الأولى من العقوبات ضد روسيا، كما أعلن إعطاء الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول البلطيق. قواتنا في أوروبا ستعزز مواقع وقدرات حلفائنا في دول البلطيق، لكن لا نية لدينا لقتال روسيا. نريد أن نؤكد أننا سنحمي كل شبر من أراضي دول الناتو، والولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية. عقوباتنا على روسيا ستضرب الاقتصاد الأمريكي، لكننا سنحميه. خطاب بوتين يشير إلى غياب أي رغبة لدى روسيا في الحوار، لكننا لا نزال نحتفظ بالتصميم على العمل الدبلوماسي مع موسكو. العناوين هذه النشرة: سوريا تعلن استعدادها للعمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونتسك في سياق المصالح المشتركة. حاجز للجيش يطرد رتلا للاحتلال الأمريكي من محيط قرية خويلد بريف الحسكة. معترفا بأنها ستضر بالاقتصاد الأمريكي، بايدن يعلن الدفعة الأولى من العقوبات ضد روسيا. شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله.